السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. قامت السيدة لورا شولتر عام 1977 وهي بعمر 63 عام برفع مؤخرة سيارة. نعم، رفع سيارة وحدها لكي تحرر ذراع حفيدها من تحت هذه السيارة، وقع تحت هذه المركبة فقامت برفعها. لم تكن لورا رافعة أثقال، ولم يسبق لها أن ذهبت إلى نادي رياضي لكي تلعب وتمارس الرياضة. كانت بالعكس جدة من الجدات الكبيرات بالسن، وتشكو من الآلام، تشكو من آلام المفاصل والمشاكل التي تعرفونها التي تصاحب الجدات. وسبحان الله، لكنه لما شافت ذراع حفيدها تحت العجلات وتحت السيارة فكأنها بطلة من أبطال رفع الأثقال، فقامت بحمل هذا الطفل. طبعا القصة انتشرت في هذا الكلام في أمريكا طبعا هنا، وأجرى الصحفي تشارلز جارفيلد مقابلة معها، فتفاجأ أنها حزينة وحاول أن يكتشف سبب هذا الحزن، فألح عليها ويعني فقال لها: أنت قمت بعمل بطولي وأمريكا تتحدث والإعلام، وقد صورت بكاميرا هذه الحالة، وإلا كان ما حد يصدق هذا الكلام طبعا. فقالت إنها حزينة لأنها اكتشفت في الوقت الضايع من حياتها سر الحياة برمتها. نحن نستطيع أن نفعل الأشياء الصعبة إذا آمنا بقدراتنا، وكانت لدينا الرغبة والحافز لأن نقوم بتلك الأعمال. لكن ما كان يمنعني في كل ذلك الوقت من القيام بأشياء كثيرة حرمت نفسي من عندها، والكلام للسيدة لورا، إنني كنت أخاف الفشل وأخاف أن أتسبب بألم وإيذاء للآخرين وفشل لنفسي، فكان الحاجز النفسي هو كبير جدا يمنعني أن أقوم من هذه بهذه الأشياء. العبرة من ذلك أن النجاح يبدأ داخل أنفسنا، حينما نؤمن بقدراتنا بطاقاتنا، نتوكل على الله أولا وقبل كل شيء، ثم نجري ونعمل ونسعى، لا أن نقف مكتوفي الأيدي خوفا من الفشل. الفشل وارد، الفشل في كل شيء موجود، لكن المهم النجاح، أن يستمر المرء، أن يقف المرء بعد كل وقعة يقع فيها. لذلك أنا أتمنى من كل أخ وأخت وكل أصدقائنا أن يسعوا جاهدين للعمل والسعي، والله يبارك لكم في حياتكم وأعماركم، ويبارك لنا في هذه الأخوة الطيبة التي تجمعنا عبر قناة مثنى عبيدة على اليوتيوب. لا تنسى